دعونا نرى إذا كان باستطاعتنا حل المزيد من الأمثلة عن تحديد المقطع المخروطي. إذا لدي هذا السؤال: x تربيع زائد y تربيع ناقص 2x زائد 4y يساوي 4. الآن أول ما سأقوم بفعله هو محاولة إيجاد نوع هذا المقطع المخروطي، ولدينا هذه العبارة x تربيع وهذه y تربيع، هاتان العبارتان تقعان على نفس الطرف من المعادلة وكلاهما تمتلكان معاملات موجبة، وهذا يقودنا إلى التعامل مع القطع الناقص. وفي هذه الحالة تحديدا فالمعاملات تمتلك نفس العدد فكلاهما واحد، بالتالي يتضح لنا أن هذه دائرة. لنحصل عليها بالشكل النموذجي ونحاول تمثيلها، إذن علينا الآن أن نقوم بإكمال مربع. سنأخذ العبارة x حيث لدينا x تربيع ناقص 2x، إذن x تربيع ناقص 2x زائد شيء ما سنكمل به المربع لاحقا زائد، والآن لنقوم بعبارة y تربيع، y تربيع زائد 4y زائد شيء ما أيضا يساوي 4. ماذا لدينا الآن؟ أخذنا نصف ناقص 2 وهو ناقص 1 وقمنا بتربيعها فتساوي 1، ونجمع هذه الواحد، لا يوجد لدينا شيء هنا، إذا ما قمنا به هو إضافة الواحد للطرف الأيسر، وإذا علينا إضافة واحد إلى الطرف الأيمن هنا، وهنا سنأخذ نصف الأربعة، ونصف الأربعة يساوي 2، 2 ضرب 2 يساوي 4، هنا زائد 4، إذا علينا إضافة 4 إلى الطرف الأيمن، وقد قمنا بالفعل بإضافة 4 لأنه لم يكن هناك شيء يمكن ضربه بأربعة، فيصبح لدينا x ناقص 1 تربيع زائد y زائد 2 تربيع يساوي 4 زائد 1 زائد 4 ويساوي 9. هكذا حصلنا عليها، حصلنا على النموذج المألوف للدائرة. وبلا شك أنك تتذكر أنه إذا كانت الدائرة متمركزة على الصفر فسيكون النموذج المألوف لها هو x تربيع زائد y تربيع يساوي r تربيع، وهذه ال r تربيع أي تربيع نصف القطر، وهذا يوضح أن نصف قطر الدائرة يساوي 3، وقد تمت إزاحته، لذلك هذا أصله بدلا من أن يكون 0 0 وهو موجود على النقطة 1 فاصلة ناقص 2. وسبب حصولنا على 1 ناقص 2 يجب أن نفكر بالقيمة التي ستجعل كل العبارة تساوي 0، وفي هذه الحالة كانت الأصل أي x تساوي 1، وما الذي يجعل من العبارة تساوي 0؟ في هذه الحالة y تساوي 0 وهنا y تساوي ناقص 2، وهذا هو المركز وهذا نصف القطر، ونحن الآن جاهزون لنرسم الدائرة بيانيا. ستكون على، دعوني أرى، إذن ستكون على، علي أولا أن أقوم بتمثيل الدائرة وهذا كاف. أريد أن أرسم الدائرة، ستكون على 1 وناقص 2، إذن 1 وناقص 2 ستكون هنا، ستبدأ الدائرة من هنا، من هنا، وهذا المركز، وستكون على 1، ثم نذهب 1 2، وهذا قريب من المركز. ربما علي القيام بهذا على 1 2، إذن على المركز هنا على 1 ناقص 2، ثم نصف القطر 3، إذن هذه المسافة تعادل 3 في أي اتجاه؟ هنا 3 وهناك 3 أيضا. كانت هذه المسألة مباشرة، ورسم الدوائر يعد أسهل خطوة،
وتذكر أنني قلت أنها ستكون قطع ناقص، وهذا ليس الشكل المثالي للقطع الناقص. وكمعلومة لإنعاش الذاكرة، إذا قمنا بقسمة طرفي المعادلة على 9، على ماذا سنحصل؟ سنحصل على x ناقص 1 تربيع على 9 زائد y زائد 2 تربيع على 9 يساوي 1. وكما ترى فإن المحور الأفقي هنا أو القطر الأفقي سيساوي 3، أو نصف القطر الأفقي يساوي 3، ونصف القطر العمودي يساوي 3، لأن نصف القطر هذا لا يتغير في القطع الناقص، وهو بالفعل دائرة. لنحل مسألة أخرى لأتأكد من أنكم استوعبتم الفكرة. إذا لدي 2x تربيع زائد y زائد 12x زائد 16 يساوي 0. دعونا نمعن النظر في x تربيع و y تربيع. لدينا عبارة x تربيع، لكني لا أرى عبارة y تربيع، هذه تشبه اللغز. وهذا سيقودنا إلى القطع المخروطي الرابع الذي تحدثت عنه في العرض الأول، لكننا لم نقم بتطبيق أمثلة عليه، وهو القطع المكافئ. وكيف يمكن لي أن أعرف أنه قطع مكافئ هنا؟ هذا مألوف بالنسبة لك، وسوف أطبق في المستقبل جميع الطرق المختلفة التي يكون عليها القطع المكافئ، وكيف أن جميع النقاط متساوية البعد بين النقطة والخط وكل هذا. لكن بطرق بسيطة ستفهم أن القطع المكافئ البسيط y يساوي x تربيع، أن القطع المكافئ يشبه هذا، حيث أن النقطة الأدنى أو الرأس تكون الأصل، أو إذا كان لدينا قطع مكافئ مثل x تساوي y تربيع فسيشبه شيء كهذا، حيث أنه سيمثل شكل جانبي من هذا، ومرة أخرى يكون رأسه هو الأصل. الآن نحن نعلم أن هذا قطع مكافئ، ولدينا x تربيع و y وهما من درجات مختلفة، حيث لا يوجد درجة ثانية لل y. ولوضع هذا في صورة مألوفة لديكم، دعونا نطرح كل شيء ما عدا ال y من الطرف الأيسر. سنحصل على y تساوي ناقص 2x تربيع ناقص 12x ناقص 16، وهذا صورة من الصور التقليدية المألوفة لكم، وربما قد استخدمتها لإيجاد الأصفر من هذه المسألة. سنقول حسناً، متى يمكن لهذه المعادلة أن تتقاطع مع المحور x؟ ذلك عندما تكون y تساوي 0. هذا يساوي 0، ونحصل على ناقص 2x تربيع ناقص 12x ناقص 16، وهذا مختلف عما فعلناه. وفي الوضع الطبيعي فإنني سأقطعه فورا من أجل إكمال المربع، لكني أريد حل 0 في هذا القطع المكافئ أولا. إذا هذا 0 يساوي ناقص 2 ضرب، نخرج عامل فنحصل على x زائد 6x زائد 8. إذا 0 يساوي ناقص 2 ضرب x زائد 2 ضرب x زائد 4، وكل هذه العبارة ستكون 0. إذا إما هذا 0 أو هذا 0. إذا x زائد 2 يساوي 0 أو x زائد 4 يساوي 0. إذا x تساوي ناقص 2 أو x تساوي ناقص 4، هذه هي قيم الصفر للقطع المكافئ. ونحن نعرف شيئا عن القطع المكافئ، وبالطبع أنك قد قمت بهذا في دروس الجبر. إذا كنا سنرسم المحور x والمحور y فسيتقاطع القطع المكافئ عند ناقص 2 وعند ناقص 4. هذا كل ما نعرفه الآن.
دعونا نرى الآن إذا كان بإمكاننا استخدام بعض مهارات مكملات المربع مع القطع المخلوط الذي قمنا باستخدامه سابقا لنستخرج المزيد من المعلومات حول هذا القطع المكافئ. إذا لنقوم بإكمال المربع، سأعيد كتابتها هنا. إذا هذه y تساوي الصفر، هذا الذي أتعامل معه هنا. الآن دعوني أخذ عبارة x لوحدها مع العامل ناقص 2، ناقص 2x تربيع زائد 6x، وسأضيف شيئاً آخر، ثم لدي ناقص 16 هنا ليجعله مربعاً جيداً. فعلي أن آخذ نصف الستة، ونصف الستة يساوي 3، وثلاثة تربيع يساوي 9. فإذا قمت بإضافة 9 إلى الطرف الأيمن من المعادلة، تذكر لم أقم فقط بإضافة 9، أنا قمت بإضافة 9 ضرب ناقص 2. فإذا طرحت هذه الناقص 18، إذا طرحت 18 من الطرف الأيمن، فيكون علي أن أطرحها من الجانب الأيسر أيضا. إذا نطرح ناقص 18 هنا، والآن تصبح المعادلة y ناقص 18 تساوي ناقص 2. ما هذا هنا؟ هذه x زائد 3 تربيع ناقص 16. دعونا نكتبها بصورة يسهل استيعابها. القطاعات المخروطية سنجمع هنا 16 في كلا الطرفين. إذا قمنا بجمع 16 إلى الطرفين، y ناقص 18 زائد 16 ستصبح y ناقص 2، وسأضع أقواس حولها وتساوي ناقص 2 ضرب x زائد 3 تربيع. وربما ستتعجب من كتابتها بهذا الشكل، لكني فعلت هذا من أجل مساعدتكم، وهذا نوع من النموذج المشابه الذي تشاهدوه في جميع القطاعات المخروطية، مثل إذا طلبت منكم تمثيل y تساوي x تربيع، y تساوي x تربيع، فسيشبه، دعوني أرسم بعض المحاور هنا. y تساوي x تربيع سيشبه هذا، سيشبه القطع المكافئ ورأسه على الصفر أو أصغر نقطة، وهذا ما يعنيه الرأس أنه أصغر نقطة أو أعلى نقطة من القطع المكافئ. سنتحدث عن هذا أكثر وستتعلم أكثر عنه عندما ننتقل لحساب التفاضل والتكامل، لكن أعتقد أنه يمكنك فهم هذا. هنا قاع يو أو قمة يو، وإذا قمت برسم y تساوي ناقص x تربيع، y تساوي ناقص x تربيع، يمكنك تحديد بعض النقاط، لكن الشكل سيشبه هذا. وإذا حاولت تمثيل y تساوي 2x تربيع، y تساوي 2x تربيع، سيكون مثل y تساوي x تربيع، سيرتفع للأعلى وحدتين وسيشبه هذا. إذا الرأس سيكون الأصل، وأخيرا سأمثل y تساوي ناقص 2x تربيع، y تساوي ناقص 2x تربيع، وسيكون الشكل هكذا، سيفتح من الأسفل وينزل للأسفل وحدتين. والآن هذه المعادلة التي انتهينا بها، هذا يعادل y تساوي ناقص 2x تربيع، إنه يملك نفس الشكل العام، لكن بدلا من الرأس أو المركز أو نقطة البداية أو كيفما شئت أن تسميها سيتم إزاحته. تقول الآن ما قيمة y التي تجعل من العبارة تساوي صفر؟ إنها y تساوي 2. في هذه الحالة نريد فقط قيمة y. حسناً، إنها صفر هنا لأننا على الرأس، وهنا ما قيمة x؟ x تساوي ناقص 3، هذا يعطينا معلومات حول موقع الرأس، سيكون عند y تساوي 2 و y عفواً و x تساوي ناقص 3، سيكون إذن على x تساوي 1 2 3 و y 1 2 هنا تماما.
ونحن بالطبع نعرف ما هاتان نقطتان لأننا قمنا بإشارة القيمة وتساوي الصفر، وحتى لو كنا لا نعرف ما هنا النقطتان فنحن نعرف أن هذا سيتخذ نفس الشكل y تساوي ناقص 2x تربيع، إذن سيكون مفتوحا للأسفل هكذا، وأسرع قليلا من y تساوي ناقص x تربيع وسيبدو هكذا. ونعرف أنه سيمر بهذه النقطة وهذه النقطة وهكذا. إذن تطرقنا إلى جميع القطاعات المخروطية، وفي العرضين القادمين سأذهب أكثر لعمق نظرية القطاعات المخروطية وكيف تبدو كل هذه الأمور، لكن أعتقد الآن أنه باستطاعتكم حل الأسئلة التي ستواجهكم في امتحان الجبر، وأراكم قريباً.